السلام عليكم. هذه حشرة حلم الغبار، نسميها غبير. سام بابا. طبعا هذا شوف الطفل الآن جاي عندي هنا في المزرعة، زين، أو في الحديقة. هل من المعقول أنه علشان أنا شجرة مثل الجهنمية ذي، طفل صغير مثل هذا أجي وأعدم حياته وصحته برش مبيدات كيميائية في حديقة المنزل، وهو شوفوه يدوج هنا، وين راح تم يلعب هنا، يجي يمسك الزهور، يمسك الورق، يأكل، وتروح تحط المبيدات كيميائية علشان شجرة زينة ولا علشان كوسة ولا بالبيت. أنت متى في مزرعة معزولة عن الأطفال ومعزولة عن الناس تقدر تستخدم مثل المبيدات بالطرق المشروعة لا، هذه يعني أنت شو بتسوي يعني مع الطفل هذا؟ ترش مبيدات كيميائية ليش داخل المنزل؟ طيب شوف الآن، شوفوا الأطفال هذا، تحط لهم حديقة تقول يلعبوا فيها، طيب يلعبون فيها وكلها سم؟ لا يا حبيبي، اتق الله بنفسك، خل عندك ثقافة شوي، نقطتين ثقافة زراعية، ما تبغى مخذي، استخدم مبيدات عضوية موجودة في السوق أشكال ألوان، ما راح أعرض ذولي لما بعد جربتهم، لكن ولا أبغى أحط دعاية، هم ممنوع أصلا دعاية المبيدات، لكن هذه مبيدات عضوية مسجل عليها بالزراعة العضوية، شف خلاص يعني عضوي. طيب هذه مبيدات عضوية مثل هذا الطفل الصغير، ترش هنا مبيد عضوي، تدري حتى المبيد العضوي يبغى له إجراءات سلامة ويبغى له طعم واقي مواقي وكذا، لكن أعراضه غير ضار بالبيئة وغير ضار بالإنسان، إذا رشينا يعني وأكلنا من الشجرة أو لمسنا الشجرة بعد يوم ما يتضر، لكن الكيميائي مدة تحريمه 14 يوم 21 يوم، فيه مواد، فيه مبيدات. أنا الآن قاعد أصور لكم الطفل موجود عندي ولا أقدر أمنعه، بيلمس الزهرة بيلمس الدنيا، كل مرشوشة مثلا مبيدات كيميائية وشوفه كسر، وكسر لنا خالة شجرة تموت، شجرة ما تسوى حياة ابنك ولا حياتك، أنت اللي قاعد ترش المبيدات الكيميائية، أنت متضرر رقم واحد، حتى لو لبست واقيات ولبست في احتمالية الإصابة بخطورة من المبيدات الكيميائية والتسمم البطيء عبر الزمن والإصابات بتشوهات الأجنة وإصابات بالسرطانات والعياذ بالله، أمور صعبة. المزارع عنده بيت محمي خارج المدينة وعنده عاملين ويستخدمون الوسائل السلامة ويستخدمون مبيدات بطريقة علمية، في نفس الوقت ما يدخل المزرعة دي لا بزارينهم ولا أطفالهم ولا أي شيء، عرفت، حتى انهم هم ما يدخلون المزرعه، يخلون العمال يدخلون يرشون، هذه يشارون مثل ما يقول لابد من المشاريع التجاريه، ولا يستخدمون المبيدات العضويه الا قليل، بينما في اوروبا منتشر الزراعه العضويه، حتى في مصر ما شاء الله وتونس زراعه عضويه منتشر. فلذلك اكرر دائما في الحدائق المنزليه استخدموا الوصفات للمبيدات المنزليه التي سبق ان ذكرتها في القناة عن طريق الدكتور محمد الدغيري، وهو أستاذ بروفيسور في جامعة القصيم متخصص في هذا المجال في المكافحة الحيوية والمبيدات العضوية، وهي نافعة جيدة، ولكن ما تستخدم بالنطاق مثلا مزارع وكذا إلا في الزراعة العضوية، لأن المزارع يبغى حاجة سريعة ويبغى حاجة سهلة الاستخدام ومحضر جاهز. طيب نقول له مزارع دوك هذا مثلا مبيد ما شاء الله عليها، يقول والله هذا 115 ريال وأنا لاقي المبيد مثله كيميائي ب 35 ريال، فشبيبه هنا بغالي 20 علبة علشان المزرعة ولا عشان محصول قمح، لا أنا أستخدم الله جزاكم خير الكيميائي، والمزرعة ما يدخل أحد والحمد لله، بعد 14 يوم يروح مفعول ومن هالكلام، إذا طبقوا 100%. لكن في البيت بزارين رايح جاي مع الشارع هذا او مع المضمار، يعني شارع بيت يعني حتى اشجار اللي برا، عندك شجر برا البيت وقاعد ترش كيماويات، باي صفه ترش مبيدات للبيت؟ الشارع عام، جارك وجارك جاخذ زهره عظم يزرع طماط ما شاء الله ومستانس وراشه كيما، لا يكتب لوحه ولا يحط شابك ولا شيء، يعني عندنا ترى اجراءات السلامه مضروب فيها، يجي بازر ود الجيران ياكل طماطه راشه انت امس، او ياكل ورقه راشه انت امس، او حط له شجره سامه مثل شجره الدفله وشجره التفتيفيا
وتقول انت عادي شجر الزينه مزروع، صحيح مزروع، لكن هل كتبت ان هذه الشجره سامه او وش تبيبه في اشجار زينه غير سامه؟ عرفت شلون؟ حس الدبله هذه يزرعونها في شوارع كذا، من احتماليه مرور طفل من عنده واحد من وبعض البلديات بعد يمكن ما يدرون حاطينها في حدائق ما ندري. شجره سامه لا تحطونها قدام الناس، عرفت شلون؟ ان الشجره بريه سامه خلاص هذا بلبر من بيروح لما، وشجره شجرتين مثل العشر وغيره. فعلى كل حال موضوع خطير، والموضوع يحتاج الى توعيه، محتاجة توعية من المهتمين بالزراعة، من المهندسين، من الأساتذة، من الوزارة نفسها. وزارة المفروض تكتب تغريدات يا أخي اللي عنده حديقة في المنزل وكذا استخدم المبيدات الزراعية العضوية وهي موجودة في المحلات، استخدم الوصفات هذه، ما تبغى تشتري استخدم وصفات غيره، ورش يا أخي صابون، هذا الصابون لا يعتبر عضوي ولكنه ليس ضار بالصحة، نحن نغسل فيه كل يوم، هذا يقتل لك حشرة المن وأكثر حشرات، هو بلاش وبن المطبخ وريحوا الناس. زيت الطعام نفس الشيء، زيت النيم نفس الشيء، لكن مثل زيت النيم ومثل المبيدات العضوية اللي فيها مواد فاعلة هذه حتى تحتاج إلى وقاية شوي، يعني مو على إطلاقها عضوي خلاص أروح أشربه، لا ما تحطه عند أطفالك، لكنه أقل ضرر، ما يسبب التسمم البطيء ولا يسبب إن شاء الله أضرار في الصحة ولا حتى في البكتيريا في التربة، ولا يسبب أضرار على النبات، وإنما النفع ما نفع ما ضرك يعني مثل ما يقولون. هنا عندي حشرة المن هذه موجودة على الزهور، موجودة تحت الأوراق، وعندي حشرة ثانية سأوريكم إياها نرجع للتصوير، وهي حشرة العنكبوت وحلم الغبار، تنشط من شهر مارس إلى نهاية الصيف، لابد من المكافحة الوقائية أو إذا رأيته كل مرة، المكافحة الوقائية كل شهر مرة ترش مبيد عضوي أو من المبيدات المنزلية اللي ذكرناها لكامل الحديقة. أما إذا رأيته لابد ترش عاد ببرنامج كورس، يعني كل 5 أيام كل 3 أيام مرة، لأن العضوي ليس مثل الكيماوي، ما شاء الله الكيماوي ترش مرة يقول لك قد 14 يوم المادة موجودة، وبعد 14 يوم يتفكك المبيد، لكن لا يعني أنه غير موجود، لكن يتفكك المبيد المادة الفاعلة هذه أو السمية اللي فيه للدرجة المسموح بها دوليا، يعني في درجة مسموح بها دوليا نسبة المبيد قليلة جدا لا تضر بالصحة على المدى القريب والبعيد المتوسط، وليس معناته أنه خلاص المبيد غير موجود، لا المبيد موجود بعد 14 يوم أو بعد 3 أيام، لكن متفكك بالدرجة المسموح بها دوليا. لذلك يا حبيبي أنا خلنا في العضوي في بيوتنا أفضل لنا وأمل لنا وأحسن لنا، والجهنمية بدالة جهنمية، ولكن الولد والأمراض وأن صحك قبلهم أبوهم أهم علينا وأغلى علينا أخي الغالي، لذلك ننصحك بقسوة وبتأكيد من أجل صحك أنت، من أجل صحة عيالك أطفالك بزرينك في البيت. هذه كوسة موجودة مصابة بمرض فطري، أقدر أرشها في مبيد فطري كيميائي وأقدر أرشها في مبيد فطري عضوي، كلها موجودة في السوق والحمد لله. طلعت كوستين ثلاث، رحت أكلتها وصورتها واستنست، واللي يجون عندي وش ما شاء الله كوسة على سلم أو بس، وانتهت السالفة. ما أنت بتراك تصدر للعالم، أنت تزرع تجارب وكذا وناسة زهور وما زهور. الحمد هذه الزهرة شارية بريان، أرش له مبيد كيميائي؟ إيش حضرة أمه أرش له مبيد كيميائي على حساب صحة عيالي؟ لا حبيبي خلها تموت، أزرع بدالة بريال زهرة ثانية. هذه المنطق لابد يكون موجود عندكم، بارك الله فيكم. خلونا نرجع للحشرة هذه، نصورها في العدسة مكبرة عشان تشوفونها. هذه العدسة يبيعها واحد من الناس بيحط له إعلان، ولا أدري بعد هي متوفر عنده ولا لا، أنتم تراسلون وتشوفون عنه أو تشوفون في الإنترنت، هذه في الإنترنت تشوفونه. هذه حشرة حلم الغبار، هذا اللي يسبب الغبير على الثمار وخاصة النخيل. الحين هي إلى الآن تنتظر الحرارة أكثر، تنشط عند حرارة 28-30-50 ما يهمه، تبي الحرارة هي، فتشوفونها ساكنة ما تحرك رغم أنها هي على قيد الحياة، تنتظر الحرارة عشان تطلع وتبدأ تشتغل.
وتعيش حياتها. طبعا هي حشرة تعيش حياتها مثل الناس، لكن حياتها فيها أضرار علينا، فنقوم بمكافحتها. لابد من الرشة الوقائية كما ذكرت مقاطع سابقة، من آخر فبراير وان تبدأ ترش كل شهر مرة داخل الحديقة بالمبيدات العضوية جزاك الله خير، وترك الكيميائية. أما المزارعين فهم عارفين وش يرشون وش يصلحون. برواز نستخدمه لإعطاء الأطفال علاج معروف، كل واحد سنتي يعني واحد ملي، واحد سنتي هذا واحد ملي، انتهينا. أول شيء تستفيد أن المبيد يقعد عندك مدة طويلة بدل الهدر الفاضي. الشيء الثاني تعطي النسبة الصحيحة، لأنك لو زودت النسبة حتى بالعضوي ممكن يسبب ضرر على النبات، إحراق للأوراق وتسمم حتى، يعني تسمم للجذور. فدائما التزم بالنسبة المطروحة. أمس قلمت النبات هذا الجهنمية، هنا نشوف جروح ظاهرة، هذه تكون عرضة لإصابة فطرية، فنترشها بمبيد عضوي أو تلصق عليها شمع أو حاجة، لكن مبيد عضوي يكفي ما دام أنك ترش على الحديقة كل شهر مرة. وهذه هي حشرة المن، يعني عندنا العناكب ساكنة تحت الشجر، وكذلك المن متحرك الآن نشيط لأنه ينشط بالوقت البارد ويموت بالصيف، والعناكب عكسها تنشط بالصيف وتسكن في الشتاء. والمن تقدر تشوفه بعين مجردة إذا كبرت، هذه لونه مرة صفراء وخضراء وسوداء. الحين أوريكم السويبة. ولأني حاط صابون علشان المبيد، أي مبيد كيميائي أو عضوي أو أسمدة، لابد من وضع قليل من الصابون أو مادة ناشرة. فيما أنا عندي والله مادة ناشرة في الدولاب، أنا أحب الصابون هذا. المادة الناشرة أصلا صابونية، فأنت تحط، لكن بتحطه أنت كمادة ناشرة تحط نقطتين ثلاث على واحد لتر زي كذا بس، لأن لو كثرت راح يطلع الصابون ويصير مادة ناشرة أقوى من اللازم، يكفي هذا الشيء زين. طيب الحين على الكمية ذي القليلة من الصابون نبي نجرب نرش المنة اللي توشفناها ونشوف هي تموت ولا لا، وهي كمية قليلة، لاحظ مو بالكمية المعتبرة اللي هي تكون ملعقة اللي فيه هنا واحد لتر. الحين شوف الصابون من داخل ترى نقطتين، وبنركب ووريكم من الحشرات وبلازم تحسبونها قنابل نووية ولا شيء. أنا أوريكم الطبيعة، هذا المن تشوفونه، وهذا مضخرة رش رش، بعد في هواء اليوم وما نرش وقت الهواء عشان ما يتبخر المبيد، وكذلك عشان لو ترش مبيد حتى لو عضو ما يدخل في عيونك، المفروض تكون لابس نظارات. بسم الله، يلا صكناه الحين برشة، الحين بنشوف شو يسوي له الصابون، شو تتحرك شوي. خلكم معي بالبث، يمكن يطول الفيديو بس الفائدة. الحين أعطيناه الجرعة المحددة الصحيحة من الصابون، هذه هي والعنكبوت جميعا صادفناها مع بعض، راح نشوف تأثير الصابون عليها. شايف الصابون شلون كون عليها فقاعة جمدة، نشوف بعد شوي. تو ترشة لتو مو بس رشة حقة خلط مع مبيد، أما استخدام الصابون لحاله فكان التركيز لما زودناه والتركيز المطلوب، نلاحظ مفعوله على حشرة المن. ونشوف الثاني بعد العنكبوت صار عليها، أيوة شوف العنكبوت، شوف شلون شوف شلون مغطيها بفقاعة من الصابون، انت جامدة. طبعا المان يتحرك، نعرف اذا تحرك معناته ما جاو شيء، وكذلك العنكبوت ترى قافز يقفز، ما ادري هو له جنحان ولا شيء، بس انا لمسه ينقز. بنشوف ذي نلمس الحين نشوف اذا ينقز ولا لا، مفترض انه ياخذ وقت، احنا بنجرب نشوف صار. هذا عود، ذوبه طير شلوه، شوف صار الله لكسه، شوفون يلا هذا تجربة معكم، شوفوا حياتكم.
تحرك يلا ميتة. لا لا يا هم بسيط الصابون شي كل الناس عنه يضحكون. بعض الشيء مو بلازم يدخل مخك، مو بلازم نقدر نسوي لك تجارب. واحد جرب شيء قال لك جربه انت النجاح السلام عليكم ما بضارك. شوف بس غادي ذي هذه بعد حسرة المال. خلينا نشوف الصار عليها. عندك هذه عود والآن نشوف ميتة. نعم شو رأيكم ميت ولا حية؟ يلا قولوا لي. تحالك يا روحي روح العالس بدي اقلبها تحت المجهر. شباب ايش رايكم؟ ماتت ولا ما ماتت؟ هل ترى لها اي حركة؟ ميت ولا لا؟ قولوا لي ميتنا العام. شفت شلون الوصفات الصح؟ خليك مع ابو بسام السهلي ضبطك ما شاء الله. طبعا هذه الوصفة ليست اختراعي موجودة، لكن انا اوريك اياها على الطبيعة. شفت حسرة المد فانقست خلاص، بدل ما تحط كيماويات عند عيالك تعدمهم. طيب ليش ما يستخدمون الصابون بالمزارع يرشوه؟ والله ما ادري. احنا ما علينا مقاطع، احنا ما بندرس قضايا العالم، احنا عندنا حديقك ولدك الصغير وصحك انت فقط لا غير. المزارع منزلي هو هدفي في التعليم الزراعه وفي تثقيفه عشان يحب الزراعه علشان يدعي لي انا في ظهر الغيب. لا احد يرسل لي دعوات في الخاص، اللي بيدعي لي يدعي لي بصلاته. جزاكم الله خير. طبعا انا بستخدم الان المبيد هذا بجربه، واذا طلع زين بعد علمتكم انا. شكرا لكم. هل طبعا الصابون نافع وكل شيء؟ والله جينا شفنا الحين على المن وعلى العنكبوت. العنكبوت ذوبه ظهره توه صغير موعه تمويع زي ما شفنا. سواله ذوبان. نقول ان شاء الله نجرب اشياء ثانيه في الحلقات القادمه. شكرا. طبعا اذا بغيت ترش بالصابون خلوه رغوي، يعني خلوه رجه صح ويكون غسيل قوي، علشان هو مفعوله في اغلاق توقع فتحات التنفس في الحشرات وثم يقتلها بسرعه. المبيد العضوي باخذ منه 2 ملي 2 سنتي. حتى المبيد العضوي كنت تكون حذر شوي ما تلبس قفازات وكذا، مو معناته مبيد عضوي خلاص تروح تشرب الحشوة عصير. الصابون ما يخالف، الصابون ما يبي شيء. ليش استخدمه؟ أنا شاري المبيد العضوي هذا قبل نجربه. ولا يعني الصابون إنه قتل الحشرات اللي تو إنه خلاص بيقضي عليهم كلهن، لا يعني لابد من بعض. تحط صابون مبيد عضوي ممتاز. والصابون نحطه اصلا مع اي مبيد عضوي او مع اسمده قلنا كماده ناشره ولاصقه للمبيد، عشان المطاح لما كرشيت اشترب بمبيد او بسماد بدون الصابون او بدون ماده ناشره صابونيه ايش يسوي؟ ينزل كذا وينقط ويروح يخليك، لكن الصابون يثبته على الورقه، هذه فائدته يعني. وشفنا يعني بالتجربه السابقه ان الصابون لوحده اصلا مبيد، فهو صار مبيد وناشر جيد استخدامه. لكن إذا بتستخدم مبيد عضوي أو مبيد كيميائي أو سماد استخدمه بالنقطتين ثلاث على اللتر كمادة ناشرة. أما إذا بتستخدمه كمبيد زي ما قلنا تركز أكثر 5 سنتي
ملعقة طعام مثلا على 1 لتر مثل ما شفنا قبل شوي. اليوم علينا خيال وفي هواء، مفترض ما يكون الرش وقت الخيال والهواء، لكن ما دام كنا بنجرب ونصور لكم للفائدة ما بينا رش عادي 1 لتر ونكرر الرش بعد يوم أو يومين مدة أسبوع، بأسبوع 3 مرات إذا كان عضوي أو صابون حين القضاء على هذه الحشرات. الآن بوريكم شو تسوي الصابون في تثبيت المبيدات والأسمدة. مو بلازم صابون، ترى في مادة ناشرة تباع ب20 ريال 15 ريال 1 لتر تكفيك سنها أيضا. طبعا المبيدات كلها تعمل الجهاز الغير جهازية تعمل بالملامسة، لذلك لما نرش مثل المن يكون أسفل الأوراق، فلا بد من رش أسفل الأوراق قدر المستطاع. أما المبيد الجهازي هذا لا، هذا تروى به الشجرة أو ترش به الشجرة فيدخل في أنسجة الشجرة، ثم إذا جت الحشرات هذه الثاقبة مثل المن وغيرها وامتصت من عصارة الشجرة تموت. لكن هذه الجهازية يعني توقع أنها ما تصلح. شفت الصابون شو سوي؟ ممتاز، ترى ما يضر أشجرة، ما أبغى أي ضرر على الشجرة إذا كان كميته اللي قلت لكم، ما أبغى شفت منه أضرار ولا أحتاج تغسل أشجرة عنه. المفترض إني أرش كل أشجار الحديقة واللي بالشارع علشان تكون رشة وقائية لهذا الشهر بداية مارس مثلا، لكن الموضوع اليوم تجربة والجو مو مناسب للرش. طيب الرش على أوراق الزهور هذه مثل أشجار مثمرة أو غيرها هل يؤثر؟ ليس في تأثير ما دام أن الرش رذاذ من بعيد، بإذن الله ما في تأثير. ولو كان في تأثير ما دام عندك إصابة فأنت بك الرش ويطلع الله لك زهرة ثانية وثمار أخرى. وفقنا الله وإياكم، شكرا لكم، وانشروا السنابات والقناة للناس عشان يستفيدون، نبي أكبر عدد ممكن من المزارعين في المنازل حول العالم. طيب يا أخوان، كم مرة نرش بالمبيدات المنزلية أو بالمبيدات العضوية؟ طبعا المبيدات المنزلية أو المبيدات العضوية ليس لها فترة تحريم، علما أنه يوجد عدد قليل جدا من المبيدات العضوية مكتوب عليها فترة تحريم من 2 إلى 3، لكن هذا قليل جدا. وأكثر المبيدات، وأن تقرأ على العلبة بالجدول هل في فترة تحريم أم لا، دائما أحرص على اللي ليس له فترة تحريم. طيب كم مرة نرش حشرة المن؟ اليوم رشيت أنت بمبيد منزلي أو مبيد عضوي، مفعوله اللي لامس فقط الحشرة، ولذلك ليس مثل الكيميائي اللي لامس الحشرة مثل ما شفنا في تجربة الصابون سوف تموت بإذن الله. لكن في حشرات أسفل الأوراق، في حشرات خلف الزهور لم يصلها لا ولا نقطة من المبيد المنزلي أو من المبيد العضوي، هذه ستبقى حية ولن تموت إلا لو مشت وأتت بنفسها إلى هذا المكان المرشوش بالمبيد المنزلي أو المبيد العضوي. بعد يوم سيتبخر، بعد ساعات سيتبخر مفعول كامل للمبيد العضوي أو للمبيد المنزلي، ثم يذهب مفعول وتبقى بعض الحشرات مات 50% باقي 50%. هذه النقطة الأولى، ولذلك لما نستخدم المبيد العضوي أو المبيد المنزلي لابد من تكرار الرش. يعني اليوم رشينا، بكرة نريح، بعد يوم نرش مثلا في الأسبوع 3 مرات لحين تختفي هذه الآفة من الحديقة أو من الشجرة. ثم بعد 14 يوم نكرر الرش، أو بعد 10 أيام نكرر الرش في أسبوع 3 مرات أخرى. لماذا؟ لأنه مهما رشيت فإنك لا تضمن القضاء على جميع أجيال وأطوار الحشرة، فهنالك حشرات تأتي من مواقع أخرى، وهنالك حشرات كانت بالبيوض في مواقع لم يصلها المبيد، وقد يصلها المبيد مثلا المنزلي أو العضوي ولا يقتل البيوض. في حشرات كانت في التربة من هنا، فهنا سيأتي لك جيل جديد وترش تقول أنا رشيت في المبيد المنزلي
بعد 5 أيام أو 10 أيام لقيت الحشرة موجودة. ما يصلح، لا يا حبيبي، حتى لو رشيت بكيميائي وقوي لابد من تكرار رش سم القضاء على أجيال وأطوار الحشرة في الحديقة، يعني يكون برنامج كورس للمكافحة. بالنسبة للمبيدات الكيميائية لمن أراد أن يستخدمها في الحديقة رغم تحذيراتنا المستمرة من استخدام هذه المبيدات الكيميائية حتى في المزارع لو الإنسان يستطيع، لكن في المنازل هذه تعتبر، أنا أعتبرها جريمة بحق نفسه وبحق أولاده من أجل شجرة. نقول إذا استخدمت المبيد الكيميائي في المزرعة، نفترض في المزرعة، المبيد الكيميائي يختلف عن المبيد العضوي، ولذلك يفضلون المزارعين، لأن المبيد الكيميائي فترة تحريمه 3 أيام، 7 أيام، 10 أيام، 14 يوم، 21 يوم، وفي مبيدات تصل إلى 56 يوم. هذه الفترة أنت رشيت بالمبيد الكيميائي على هذه الأوراق وبالعضوي، قلنا خلاص بعد يوم ما في مفعول، يعني لو جت حشرة جديدة تأكل الورقة وتعيش فيها بسلام. أما المبيد الكيميائي فإنه يبقى متبقيات المبيد على سطح الورقة وعلى سطح الورقة حسب الرش اللي وصلها، يبقى طوال فترة التحريم مكتوب على العلبة. فإذا مكتوب 3 أيام فإن هذا المبيد سيقضي على الحشرات التي تأكل من هذه الورقة لمدة 3 أيام. إذا كان 7 أيام سيجلس 7 أيام مفعوله موجود، وإذا كان 21 يوم وهكذا. يعني فترة التحريم هي فترة وجود المبيد وفعالية المبيد في القضاء على الحشرات التي سوف تأكل، وليست تمر وإنما تأكل من هذا، يعني تلامس سطح الورقة التي عليها متبقي المبيد أو من أسفل الورقة حسب الرش. هنا يأتي الدور الكبير للمبيد الكيميائي وحب المزارعين له، أنه يريحك. والله تقول العضوي أنا بقدرش 3 مرات في الأسبوع، بعض المرات 4 مرات في الأسبوع، في بعض الأحيان بعض الحشرات الطائرة كمثلا ذبابة الفاكهة تحتاج ممكن رش شبه يومي أو يومي حتى القضاء عليها، لأنك قاعد تقضي عليها واحدة واحدة أو مجموعة مجموعة. بينما المبيد الكيميائي ترش الشجرة مدة فترة تحريم 14 يوم، طوال 14 يوم ذي الشجرة سامة لجميع أنواع الحشرات المستهدفة بالمبيد الكيميائي. مع ذلك لا يكفي الرش بالمبيد الكيميائي مرة واحدة، وإنما لابد من كورس ومن برنامج للقضاء على جميع أطوار وأجيال الحشرة. فلو مثلا عندك، مثلا نفترض عندك من، فترش مرة واحدة فترة تحريم 7 أيام، بعد نهاية 7 أيام على طول ترش مرة ثانية لضمان القضاء على اليرقات وما خرج من البيوض وما أتى من هنا وهناك. إذن لابد من كورسات. الكورس دائما في الكيميائي مرتين، في العادة الكيميائي مرتين، إذا انتهت فترة التحريم ترش مرة ثانية. أما بالنسبة والمنزلي كما سلفنا. طيب أمر آخر مهم يا أخوان، وهو بالنسبة لتجربة لاحظ هنا اصفرار في الورقة، هذا بسبب خلطة، من الخلطات المنزلية. لما تبغى تستخدم مبيد منزلي في وصفة مذكورة لك في كتاب أو في إنترنت أو من صديق أو من أي شخص، فهذا شخص مختص أو خبير أو ينقل عن خبير، هذا المبيد المنزلي مثلا الصابون، الصابون الفيري، ما تجي على طول وتتحمس وترش جميع الحديقة وانت ما تعرف هل هو مناسب التركيز اللي انت حطيته ولا لا. فتجرب دائما على شجرة واحدة، لاحظ اثار هنا الخلطة اللي انا مسويها في المطبخ. طبعا كان له مفعول الحمد لله 100%، كانت مريضة هذه، ممكن يمتابعين التصوير قبل لكن كان التركيز شوي عالي، هذا ليس اعراض نقص عناصر ولا شيء. طيب فنقول قلنا لك في مبيد منزلي وصفات موجودة في القناة منقولة من ناس أساتذة بروفيسورات في الجامعة بأسمائهم وتغريداتهم. هنا تقول والله أنا بختار الوصفة هذه لأنها سهلة ولأنها مستهدف فيها، كل وصفة مستهدف فيها حشرات، فخلاص أنا أخذ وأجرب على شجرة واحدة وبتركيز قليل، وأجي من بكرة وأشوف هل حصل تيبس بالشجرة بالأوراق، هل حصل احتراق أسود في الأوراق، إذن عندي مشكلة في تركيز المبيد وليس في المبيد نفسه. قالوا لك حط شوي ثوم وشوي بصل رحت حطيت 5 كيلو، لا، مو المسألة مو أنت تكافح، لا تحسب إن شفنا الحشرة ماتت من صابون،
أنت من تكافح أنت الكائنات الفضائية، تكافح حشرات. فلذلك ابدأ بتركيز قليلة، ثم بعد ذلك زود التركيز إذا رأيت أن الحشرة ترشها وتتحرك ما تموت، فهمت؟ واستخدم برنامج تكرار الرش. هذا الفيديو إن شاء الله سوف يفتح لك مجال أوسع في فهم برامج المكافحة. وقد تحدثنا عن برامج المكافحة الحيوية بجلب حشرات مفترسات نافعة من مزارع أو من البر، ذكرنا أسماءها، وقد تكون قليلة وقد تجلس في الحديقة يومين ثلاثة وتطير وتخليك. فتستخدم عدة طرق، إما مكافحة حيوية وإما حتى في من طرق المكافحة قص الورقة. مثلا لو أنت أول مرة تشوف ورقة فيها مرض فطري غريب، يعني ما تشوف حشرات عليها لكن فيها صفرار أو 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 عفن أو احتراق ما تعرف شكله، ولو بنفس المشاكل اللي ذكرناها في أعراض نقص التسمين، فقص الورق بهذا الشكل مبدئيا، وعدم ترك الورقة تسقط في نفس الحوض لأن في يمكن فيها فطريات أو بيوض حشرات، تأخذها ترميها خارج الحديقة. تستخدم دائما مثل هذه الطرق، لا تستعجل في القضاء على الحشرات بطرق عنيفة وقوية، تدرب ونظف الحديقة من الأشياء الجالبة للحشرات، مثل بعض الناس يلقي أطعمة قريبة في الحديقة للقطط وغيرها، فهذه تولد حشرات وبوعوض وتكون جاذبة لأنواع من الحشرات الضارة في الحديقة وفي الأشجار، كذلك النمل وغيره مما يسبب النمل مثلا. خلوكم مثل النملة، النملة شو مسوية مع المن؟ النملة المن قاعدة تحت هنا تمتص عصارة الورق وتطلع سكريات من الورق كربوهيدرات. المن يأتي ويأخذ ما أخرجته هذه الحشرة ويتغذى عليه، في نفس الوقت إذا شاف حشرة الدعسوقة جاية تبي تأكل المن يدافع عن المن، لأنه يعتبر المن مصنع غذاء له أو كنز، عرفت شلون؟ حتى أنه قيل وقرأت أن النمل يأخذ اليرقات الصغيرة البيوض الصغيرة يأخذها من المن، يأخذها إلى بيت النمل في أسفل الشجرة أو في أي مكان قريب، فإذا فقست هذه البيوض أخذ جاء وفضخ عيون هذه الصغيرات من المن وحملها ووضعها على هذه الورقة حتى لا تتحرك الورقة ثانية ولا تغادر الشجرة، وبدأت هذه اليرقة العمياء تتعيش وتأكل كما أكلت أمها وتفرز هذه السكريات والنملة تأخذ منها. فشوف سبحان الله العظيم كيف التكيف والتوازن واستغلال الفرص. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة وشكرا لكم.